أست نادية، نعم يا حضرتك أهلي. عايشة هنا؟ عايشة هنا ومتشرفة بيكم إن أنتوا جيتوا ونورتوني، ويرحم ولادي ألف رحمة تنزل عليهم. أنت بتنامي فين؟ بنام هنا أهو في بتاع المصطبة دي، المصطبة دي المخدات دي؟ كان في بقى حصر وبطاطين ودفايات ولاد الحلال كانوا جايبينهم لي. سرقوهم الحرمية، نطوا من هنا من فوق وسرقوهم، وحللي وطباقي وسمني وزيتي ما خلوليش. اللقمة اللي أنا بعملها أكلها ما خلوهاش. تعملي اللقمة دي فين؟ هنا أهو، هنا أهو. كان هنا شعلة كده، مكان الزير ده كان في شعلة كده، ولاد الحلال كانوا جايبينها له برضك. فخدوها كنسوا وخلولي الحاجات القديمة دي. وانتي اللي عاملة الزينة دي؟ بعملها كل سنة، كل سنة الزينة بتاع رمضان وكل حاجة بعملها له. والفاكهة لما بتطلع، أول ما بتطلع بجيبها وبفرقها رحمة ونور عليها. أي حاجة أكل منها لازم أوكل الحبايب منها. جيتي قعدتي جنبهم؟ أيوه، فرحانة بيهم إن أنا قاعدة معاهم. أنتي دعيتي على أولادك فماتوا؟ أيوه، دعيت عليهم وقلت لهم تطلع في خشبة واحدة. كانوا نفذوني وحرقوا دمي، والدعوة تبيها فباب السماء مفتوح. وأنا معرفش، إن ربنا هيقبل مني. فأنا بقى عشان خاطر أنا اللي اتأذيت، أديني قاعدة معاهم وأنا مأذية جنبيهم. بس أنا مش مأذية، هما بيجوني بالحل وبيجيبولي ووكلوني ويسألوا علي ويسقوني مية كده، زي مية في كوباية كده كده صغننة كده، دهب صافي. واشرب يا أم، خد يا أم في الحل. شوفوهم الأربعة قدامك كده؟ جون. جون. وانتي لا لما ماتوا شفت الأربع خشبات قدامك؟ بعد خشبة تطلع وانا ياخدوني الانعاش، خشبة تطلع ياخدوني الانعاش. مش كانوا بيطلعوا بقى، كانوا بيودوهم التلاجات عشان يطلعوا كلهم مرة واحدة، عشان خاطر عارفين ان هما مش نافعين. هما ماتوا ازاي؟ الشعلة بقى بعد عنك في النار راحت قادت في السماء في السقف، راحت مدمرة الدنيا. قماص كهربي يعني؟ حادثة. الراجل السكن اللي تحت بيتي قال لهم يا بنت يا هدى يا بنت يا ايمان، كان قاعد بيقلي بطاطس على بابور بشعلة. يا بنت يا هدى يا بنت يا ايمان، فقلت يا بنت يا هدى، بس لقى النار حوطت.